بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تصميم شهادة تقدير في الوورد. هنعرض المعلومة بطريقتين. الطريقة الأولى، إزاي نحصل على شهادة التقدير مباشرة زي دي كده بتنسيقات مميزة ورائعة وجاهزة للاستخدام يعني في ثواني. والطريقة الثانية، ازاي نصمم احنا شهادة التقدير من الالف الى الياء بمحددات مخصصة كده. وفي كل الطريقتين، سواء الطريقة المباشرة او الطريقة اللي هنصمم بها شهادة التقدير، هنعرض ازاي نتحكم في التنسيقات المختلفة اللي في الشهادة اللي معانا، ازاي يعني نعدل على التصميم بتاعها بكل التفاصيل وبأبسط طريقة ان شاء الله. الفيديو الحالي يعني فيه معلومات وفيه مهارات عملية بسيطة كده ومميزة ايضا. بندعوكم للاشتراك في القناة، اشترك في القناة، اعمل سبسكرايب واضغط على زر التنبيهات، شارك الفيديوهات دعما لنا ونشرا للفائدة، وما تنساش تعمل لايك وكومنت. تعال ندخل كده مباشرة على الموضوع. انا شغال على 2019، اوفيس 2019. نفس الامكانيات دي هتكون عند حضرتك لو عندك اوفيس 2016 او 13 او 2010 ان شاء الله بنفس يعني الامكانيات، ولكن يعني قد تختلف التنسيقات قليلا، ولكن هي نفس الخطوات ان شاء الله. هروح على ملف من هنا واختار جديد اللي هو نيو. فيه مستند فارغ، المفروض ان عند حضرتك في المكان ده مفيش اي شيء. هنا مستند فارغ، وتحت هنا كده هتنزل بالبكرة كده لحد ما تلاقي صورة لشهادة ميلاد. اي شهادة ميلاد انت بتختارها بالتنسيق بتاعها تكون راضي عن التنسيق ده، جاهزة للاستخدام. بتضغط عليها كليك واحدة كده فبيفتح لي النافذة دي، بيقول لي ده شكل المعاينة بتاعت الملف اللي هنزله، الصفحة بتاعته واسمها كذا ومين اللي عاملها والكلام ده، معلومات بسيطة عنها، وبعدين كلمة انشاء. بتضغط على انشاء دي يعني بتنزلها من على الموقع بتاعها للجهاز بتاعك، فبتفتح معايا بالطريقة دي. انتبه هنا كلمة شهادة، عاوز اكتب شهادة تقدير، بروح اند كده واكتب مسافة وبعدين تقدير، عادي بقت شهادة تقدير. موظف الشهر، لا مش عاوز موظف الشهر، عايز ياسر الاستاذ مثلا، يعني هنكتب حاجة بسيطة كده بس شرطة كده، ابراهيم محمود مرسي. هنا نكتب منح هذه الشهادة الى منح هذه الشهادة الى الطلاب. طبعا هنا هنكتب مثلا اسماء الطلاب، يبقى هنكتب هنا محمود وعاصم ومحمد مثلا كده. تقديرا لتفانيك وشغفك وعملك الدؤوب، لا طبعا مش عاوز دي، انا هكتب كده تقديرا للتفوق العلمي و مثلا يعني تعالى ناخد كده تقديرا للتفوق العلمي والسلوك الاخلاقي مثلا، ماشي. وهنا المسمى الوظيفي، لا هكتب هنا التوقيع مثلا، التوقيع وهنا التاريخ، خلاص مثلا كده. يعني احنا كده انتهينا من كتابة البيانات على الشهادة مباشرة. طب اللون الازرق ده يعني مش مناسب ليا، انا عايز الوان تانية غير الازرق. طيب باختصار كده احنا كده انتهينا من شهادة التقدير، ويعني هنبدأ نشرح التفاصيل المختلفة للتنسيقات وازاي نعدل على شهادة التقدير دي، ماشي. فانا عاوز اللون الازرق ده، عاوزه لون تاني وليكن مثلا لون تاني. الفكرة كلها في ايه؟ تعال نشوف. شايف الرسمة دي، العلامة دي، العلامة دي معناها ان في جدول هنا، لو ضغطت كده حدد لي كل البيانات اهوت، وكتب لي هنا ادوات الجدول وتصميم وتخطيط، تصميم وتخطيط. طب لاحظ في تصميم دي، لو رحنا على هنا الحدود وضغطت هنا وقلت له ارسم كافة الحدود، لاحظ كده ايه اللي حصل، رسم لي الجدول. يعني في هنا جدول تحت اهوت في الخلفية مكتوب، وفي هنا يعني ايه صور او اشكال او خطوط تم ادراجها بالوان وبتنسيقات مختلفة، ماشي. هي دي التركيبة اللي عاوز يعني اشرحها لحضرتك او ابينها لحضرتك. طيب الاشكال دي اوصلها ازاي؟ عادي خالص، دبل كليك على اي شكل فيهم هنا كده
لانها اصلا في الخلفيه اهي، ادوات الراس والتزييل هنا، هي راس وتزييل يعني احنا في الخلفيه. هتروح تضغط على اي شكل فيهم هيحدد لي الشكل ده، الشكل ده زي يعني ايه متوازي الاضلاع كده تمام، والتنسيق بتاعه ماله متوازي الاضلاع ده، التنسيق بتاعه ها من هنا من ادوات الرسم في تنسيق. لاحظ هنا ده اللون، اللون اهوت الالوان، ممكن تختار من هنا، خلينا نختار مثلا اللون ده عادي. يبقى انا كده عدلت على التنسيق بتاعي وغيرت اللون ده، وعاوز اعمل له كمان يعني تأثير كده مثلا ظل، لا خليه فيه توهج كده بلون، بلون ازرق مثلا اهوت. لاحظ انت تم تنفيذ التعديلات اللي انا بعملها دي ماشي. اللون الازرق دهوت للشكل ده اللي هو المعين ده ماشي، لا مش عاوزه ازرق، عايزه بالاحمر. يبقى خلاص اروح هنا واعدل على التنسيق بتاعه كده، خليه بالاحمر، وده خليه بلون تاني اللي هو مثلا تعال نختار اي لون كده اخضر مثلا، ما خدناش الاخضر مثلا، يبقى هنا اللون ده اخضر وده احمر. انا بوظت التصميم عادي، انا بس بحاول اعدل على او يعني اشرح لحضرتك او ابين ازاي بيتم التعديل. الخط بالازرق ده هو عبارة عن مربع اهوت ماشي، والمربع ده يعني تم ان هو واخد بالك انت مرسوم خطين منه او حدين من الحدود بتاعته، والحدين التانيين مش مرسومين ماشي. فببدأ ان انا اسحب كده اوصله لحد هنا، لو عاوز تغير اللون بتاعه ماشي، عايز تغير السمك بتاعه ماشي، انت يعني مخير طبعا، بدي اشياء ترجع لحضرتك. الكاس ده لا انا عاوزه بالاحمر، الكاس اللي في النص الشعار ده الوسام ده ماشي، عاوزه بالاحمر او بلون تاني مثلا، خلينا ناخده ايه بالاحمر كده، فهيكون كده الكاس يتحول الى اللون الاحمر ماشي. وبعد ما تنتهي من كل شيء تروح لرأس وتصميم التزييل الصفحة أدوات الرأس والتزييل، وتضغط على إغلاق الرأس والتزييل، فبتتحول الشهادة معايا للشكل ده. طيب الخطوط بتاعت التيبل اللي في الخلفية ده، خلاص أنا أشيل الخطوط تاني، أحدد التيبل كده وأروح على تصميم أدوات الجدول، تصميم ديزاين دي، وأروح على حدود وأختار بلا حدود، يعني ما تبين ليش اي حدود للجدول خالص، خلي الجدول مختفي كده ما فيش فيه حدود. وبكده نكون يعني وصلنا لتعديل التصميم على الشهادة الجاهزة اللي هي تم تنزيلها من موقع مايكروسوفت اوفيس من خلال التمبلتس او القوالب الجاهزة في التطبيق. طيب انا ما عنديش، ما عرفتش اوصل للامكانيه دي او الاشياء دي كلها، ما عرفتش اوصل لها، اعمل ايه؟ انا عاوز اعمل شهاده تقدير الان وتكون كويسه. هروح على ملف، انتبه وركز معايا كده، معلومه اهيت، هروح لجديد دي واختار فارغ، مستند فارغ خالص تماما، هي نفس الفكره اللي هنشتغل عليها، هي نفس الفكره بالظبط، هي هي، هنحاول نعمل نفس الخطوات. ايه هي الفكره دي؟ اطار يحد الصفحة من كل أنحائها يعني من كل الجوانب، وفي نفس الوقت فيه في منتصف الصفحة تيبل أو جدول فيه البيانات، ونخفي الحدود بتاعة الجدول. تعالى سريعا كده نبدأ نصمم الشكل ده، مثلا نخلي اللي اوت بتاع الصفحة نخليه من تخطيط من هنا مثلا لاندسكيب كده افقي عشان شهادة التقدير تكون افقيا، ايوه كده تمام. طيب هوصل للبرواز ازاي؟ انا عاوز برواز كده معين او اطار يكون زخرفي كده رائع كده ماشي، اوصل له ازاي؟ طبعا عندنا في هنا في التصميم في هنا حدود الصفحة، ممكن تعمل حدود اللي هي العادية اللي هي في الوورد دي، بتتحكم فيها براحتك خالص، تضيف اي حد من الحدود اللي هي للصفحة ديت، زي مثلا الحد ده كده، وتخلي النقاط اعلى ما يمكن وتبدأ تضيفها كده، ولكن ده يعني ما ينفعش في شهادات التقدير، عاوزين شيء مميز اكتر من كده. فهروح على حدود الصفحة والغيها تاني، الغي ده بلا، مش عاوز حدود للصفحة، ونعمل ايه تمام. هروح على جوجل عفوا، وهكتب هنا اطار،
ممكن تكتب إطار، أو ممكن تكتب برواز، أو ممكن تكتب إطار زخرفي، إطارات للصفحات، غيرها أي شيء يعني. وهنا طبعا في إطارات جاهزة هي مباشرة، ممكن تختار أي واحد فيهم، أو تدخل على Image اللي هي أشكال أو رسوم أو صور، يعني مهما كان يعني الترجمة بتاعتها أو كده، وتختار أي إطار من هذه الإطارات ماشي، وتبدأ إن أنت يعني تنفذ عليه الشغل بتاعك. خلينا نختار أي إطار على سبيل المثال، مثلا الإطار ده أبدأ أضغط عليه كليكاية واحدة فيظهر معايا هنا، وأبدأ أعمل له تنزيل ماشي. خلينا ناخد الإطار ده مثلا من هنا كليك كده، وأعمل احفظ الصورة باسم ماشي، فهيبدأ يحفظ لي الصورة بتاعت الإطار ده ماشي باسم تدريبات الوورد مثلا، وأبدأ أضيفها هنا أسميه مثلا إطار أو برواز تمام، وأبدأ أعمل موافق سيف. يبقى أنا كده وصلت للإطار بتاعي أو البرواز بتاعي، مش عاوز خلاص الجوجل. هنا أروح على Insert وأعمل Insert للبيكتشر بتاعتي صورة، وأختار المكان. أنا طبعا ضفتها في الوورد تدريبات الوورد، يبقى أروح على تدريبات الوورد دي أضغط عليها، أختار الإطار اللي هو ده وأعمل Insert، فبيتم إدراج الإطار هنا ماشي. بنكبر كده الإطار بتاعنا ونعدله كده في المكان بتاعه، طبعا ممكن نخليه خلف النص أو مشدود الآن عادي كده. وتبدأ طبعا معنى النقاط اللي هي ديت اللي في الشبكة اللي في الخلفية دي، معناها إن الإطار ده الآن يعني ده الأشياء ديت بتكون يعني شايفين اللي وراه خلاص، وبتبدأ تضيفه كده وبتصمم ال وبتصمم التيبل بتاعك الجدول، وبتبدأ إن أنت تكتبه في المكان بتاعه. طيب الصورة بتاعتي ديت ماشي، نروح للصفحة الرئيسية نخليها في كده، نحركها كده شوية. ممكن ناخدها كده كنترول سي او كنترول اكس حتى قص، واروح للخلفية دبل كليك في مكان الهامش كده فوق ماشي، فبيظهر الخلفية بتاعتي او اقصد الرأس وتسجيل الصفحة، وانسخها هنا كنترول في، فيتم لصق الصورة في خلفية الصفحة بتاعتي تمام. بتعدلها طبعا حسب التنسيق اللي انت عاوزه ماشي، وبعدين بتطلع من رأس وتسجيل الصفحة. ويعني اختصارا للوقت، فانا طبعا كل المطلوب بعد كده ان انت تعمل هنا تيبل تكتب فيه شهادة تقدير يسر فلان، او يسر ادارة مدرسة كذا او مؤسسة كذا، من هذه الشهادة الى الموظف او العميل او غيره او غيرها من البيانات طبعا بتفاصيل كما تحب وكما يحلو لك. وطبعا الكتابة تكون في منتصف البرواز هنا، مش في برة، مش برة زي ما احنا واقفين هنا كده دلوقتي، لا طبعا تكون الكتابة في المنتصف كده ماشي. فدي بكل بساطة هي المعلومات، او هي مشاركتي الحالية، المعلومات الحالية اللي حاولت اشارك بيها في الفيديو الحالي. باختصار شديد حاولنا نعمل شهادة تقدير بأكثر من طريقة، يا رب تكون المشاركة مفيدة وفيها بعض المعلومات بالنسبة لحضراتكم. ما تنساش تشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، شارك الفيديوهات دعما لنا ونشرا للفائدة. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، شكرا للمشاهدة الطيبة، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.